أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، تقدمها ريم سيف، ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة يفتتح معرض بايبكس 2017 ويؤكد أن الخبرة الوطنية العقارية بلغت أقصى مستويات نضوجها. انطلاقا من خطته الاستراتيجية، مجلس التنمية الاقتصادية يسعى لاستقطاب مزيد من الاستثمارات التي توفر مئات فرص العمل. ولي العهد السعودي يؤكد أن مدينة نيوم التي أعلنت عنها المملكة ستطرح في الأسواق المالية. شركة أعمار للتطوير تعلن طرح 800 مليون سهم للاكتتاب العام في نوفمبر المقبل. أهلا بكم من جديد. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للأعمار والبنية التحتية، أن الخبرة الوطنية على الصعيد العقاري بلغت أقصى مستويات نضوجها بتفضل عاهل البلاد المفدى بالمصادقة وإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري. جاء ذلك لدى رعايته افتتاح معرض البحرين الدولي للعقارات بايبكس 2017 الذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية في نسخته العاشرة بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. وقد أكد معاليه أن الخبرة الوطنية في المجال العقاري لم تأتي إلا بعد أن نالت السوق المحلية ثقة المستثمرين وأصبحت تعرف بمتانة الضمانات التشريعية الحامية لمصالح المتعاملين فيها والقدرة على معالجة كل أمر يطرأ على هذا القطاع بالقانون، علاوة على التجربة المتراكمة التي اكتسبها العاملون في هذا القطاع الحيوي. صدور التنظيم الجديد لتنظيم القطاع العقاري الذي سوف يساهم بصورة كبيرة في تنظيم هذا القطاع بالنسبة إلى المطورين وبالنسبة أيضا إلى الجهات الأخرى إن كانوا مثمنين أو وسطاء في هذه العملية، وعليهم أن يستعدوا أن تطبيق هذا القانون الذي سيطبق خلال الربع الأول من العام القادم، فإن شاء الله يكون هذا تطور بالنسبة إلى القطاع العقاري. كذلك يجب أن لا ننسى أن القطاع العقاري في الواقع حصل على ثقة كبيرة بتطبيق قانون المشاريع المتعثرة التي انتهينا بكثير منها، فهذا أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين في قوانين وأنظمة البحرين. يحتفل معرض البحرين الدولي للعقارات بايبكس هذه السنة بمرور 10 سنوات على انطلاقته الأولى ليصبح الأكبر من نوعه على مستوى المملكة. التفاصيل مشاهدينا في تقرير الزميل محمد الجيوسي. في أكبر معرض عقاري على مستوى مملكة البحرين، يحتفل معرض البحرين الدولي للعقارات بايبكس 2017 بيوبيله البرونزي مع مرور 10 سنوات مضيئة. تكللت هذه السنة بعرض 120 مشروعا عقاريا ل65 عارض بقيمة إجمالية لا تقل عن 20 مليار دولار. الثقة موجودة في السوق البحرين، واحنا نحن اليوم نفتخر يعني ان افضل سوق عقاري في المنطقة اليوم في البحرين، والدليل المشاريع اللي نشوفها، في مشاريع حقيقية، في طلب حقيقي، وهذا اللي نشوفه أنا أسميه عرس لقطاع صناعة التطوير العقاري. اليوم ما شاء الله نشوف مشاريع كثيرة متطورة واستثنائية، يعني ما قد شفناها من ناحية التصاميم، من ناحية حتى الحجم، من ناحية المكسيوز. بايبكس 2017 بات أكثر من مجرد منبر للتفاعل وتبادل المنفعة بين المستثمرين والمشترين والمطورين العقاريين والمقاولين، لينقل صورة ناصعة حول مدى تطور البنية التحتية في مملكة البحرين وقدرتها على استيعاب أرقى وأحدث الاستثمارات العقارية وتقديم تسهيلات للمستثمرين قل نظيرها على مستوى المنطقة والعالم.
نحن من مشجعين لموضوع اول شيء معارض العقارات، لانه بعتقد هي المنصه الافضل لحتى يكون في جذب وفي تبادل افكار ومقارنه بالنسبه للزائرين اللي يقدروا يشوفوا عده انواع. بالنسبه لمشاركتنا نحن الشخصيه، نحن متميزين ب هالمره بنقدم خبره جديده اللي هي العقارات العائمه. الفكرة منها أنه بيعتبروا المطورين أنه بتنتهي الأرض على بداية البحر، نحن بنعتبرها هي استكمال للمنطقة الأرضية. مهتمين كتير بسوق البحرين، وقبرص بلد سياحية زي ما أنت عارف وجديدة على المجال الاستثماري، فإحنا حبينا نشارك بالمعرض، والمعرض كتير ناجح، وأكيد السنة الجاية حنشارك بكمية أكبر من الشركات. وانطلاقا من نجاح القطاع العقاري البحريني في مواصلة التكيف والنمو رغم التحديات الاقتصادية، يقدم بايمكس 2017 فهما أعمق للمستثمرين حول الإمكانات الهائلة للسوق العقارية في البحرين، مع إضافة بعد جديد للمستثمرين وغيرهم من الأطراف الفاعلة الراغبة في الإلمام بديناميكيات السوق على نحو أفضل. نجح مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب استثمارات بلغت أكثر من 200 مليون دولار في قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية في البحرين في النصف الأول من العام 2017، ومن المتوقع أن توفر هذه الاستثمارات ما يقارب 1000 وظيفة على مدى 3 سنوات القادمة، كما ستدعم الآلاف من الوظائف غير المباشرة، وهو ما يهدف له المجلس من خلال دوره الرئيسي في استقطاب وتشجيع الاستثمارات للمساهمة في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل في السوق المحلي. ويتزامن هذا النمو مع الزيادة المضطردة والمهمة في أعداد الشركات العالمية الراغبة في بدء عملياتها في البحرين للاستفادة من كونها مركزا سيمكنها من الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاقتصاديات الإقليمية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد حسين بن رجب، المدير التنفيذي للصناعة والنقل والخدمات اللوجستية تطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية. مساء الخير سيد حسين، وبداية ما الذي يعكس استقطاب هذا الحجم الكبير من الاستثمارات في قطاعي التصنيع والخدمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أشكركم لاستضافتكم التي ستتيح فرصة تسليط الضوء وزيادة الوعي حول الاستثمارات التي استقطبتها البحرين مؤخرا في قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية. طبعا تعكس هذه الاستثمارات بالدرجة الأولى قدرة البحرين التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي من حيث بيئة الاستثمار والأعمال، والتي تتمثل بجودة قوانين الاستثمار، تدني تكاليف الأعمال ليد العاملة البحرينية المؤهلة، وموقع البحرين الاستراتيجي. نعم. بالإضافة لذلك تأتي هذه الاستثمارات نتيجة للعمل الموحد والجهود المشتركة بين مجلس التنمية الاقتصادية والكثير من الجهات الحكومية، والتي لا شك أنها كانت ودائما ستظل أساسية في جذب الاستثمارات وتذليل المعوقات. فالشكر الجزيل لجميع الجهات الحكومية وخصوصا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة المواصلات والاتصالات، شؤون الجمارك، مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وغيرها من الجهات. نعم سيد حسين، كيف سيواصل المجلس دوره في زيادة استقطاب الاستثمارات انطلاقا من خطته الاستراتيجية؟ طبعا مثل ما ذكرت، دور المجلس يتركز في تشجيع وجذب الاستثمار وخلق فرص العمل. يركز المجلس على 5 قطاعات أساسية بما فيها الصناعة والخدمات اللوجستية، المال والأعمال، قطاع السياحة والترفيه، قطاع التكنولوجيا. بالتأكيد ستظل جهود المجلس مركزة ومكثفة حول الخطوط العامة من حيث الأسواق الرئيسية والقطاعات الأساسية، لأن أحد مميزات الاقتصاد البحريني هي تنوع الاقتصاد البحريني. نعم. ولكن في نفس الوقت هناك توجهات جديدة بدأنا العمل فيها منذ هذا العام، مثل جذب شركات الإي كوميرس لتتخذ من البحرين مقرا إقليميا لعمليات التوزيع والخدمات اللوجستية، تطبيق مبادئ الثورة الصناعية الرابعة Industry 4.0 في مختلف المجالات الصناعية. أيضا بالإضافة إلى ذلك هناك توجه للاستفادة من المشاريع الاستراتيجية في البحرين والبالغ حجمها حوالي 32 مليار دولار، مثل مشروع توسعة المطار، مشروع توسعة ألبا، مشروع توسعة بابكو وغيرها، بحيث يعمل المجلس على العمل مع الشركات التي ستخدم هذه المشاريع لاتخاذ مقر دائم في البحرين بدلا من تنفيذ المشاريع ومغادرات البحرين. نعم. وأيضا هناك توجه للاستفادة من مخرجات هذه المشاريع، مثلا في مجال صناعة الألمنيوم
مع توسعة ألبا ستكون هناك مواد أولية إضافية التي يمكن توظيفها في صناعات تحويلية إضافية. وطبعا صناعة الألمنيوم تعتبر من أهم الصناعات في البحرين، بحيث أنها تمثل حوالي 12% من إجمالي الناتج المحلي. نعم، السيد حسين بن رجب المدير التنفيذي للصناعة والنقل والخدمات اللوجستية تطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الحمراء عند مستوى 1277 نقطة بانخفاض طفيف نسبته 0.8% عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,639,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 235,000 دينار تم تنفيذها من خلال 58 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 48% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. ونتابع الآن مشاهدينا مع إغلاقات البورصات الخليجية، وكما هو موضح على الشاشة فقد أغلقت معظم البورصات على انخفاضات متفاوتة. أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6663 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.3%، وكانت الرابح الأكبر بالنسبة للتداولات هذا اليوم. وبالنسبة للسوق المالية السعودية فقد أغلقت عند مستوى 6897 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.12%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4467 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.7%. في خبر آخر، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن مدينة نيوم التي تخطط السعودية لإنشائها ستطرح في الأسواق المالية. هذا وأطلقت المملكة العربية السعودية مشروعا استثماريا ضخما ويحمل اسم نيوم، حيث يمتد لأول مرة بين ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن، باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار. وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال إعلانه عن المشروع إن منطقة نيوم تركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة على أن تنتهي المرحلة الأولى منه في 2025. وقال بن سلمان: أول مدينة رأسمالية في العالم هو الشيء الفريد الذي سيحدث ثورة. في الإمارات أعلنت أعمار العقارية عن تفاصيل نشرة اكتتاب أعمار للتطوير العقاري بطرح 800 مليون سهم وعرض الأسهم المطروحة على المؤسسات الاستثمارية والأفراد في النصف الأول من نوفمبر المقبل، ليتم إدراجها لاحقا في سوق دبي المالي. وتمثل أسهم الطرح نسبة 20% من إجمالي الأسهم المصدرة والبالغة 4 مليارات سهم، وتم تخصيص 10% من أسهم الطرح للمكتتبين من الأفراد والمستثمرين الآخرين، بينما تم تخصيص 90% لصالح المؤسسات الاستثمارية. كما وتم تخصيص 40 مليون سهم لصالح جهاز الإمارات للاستثمار، والتي تمثل 5% من إجمالي أسهم الطرح. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: أرباح بوينغ تتراجع بأقل من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري. قال حاكم مصرف لبنان المصرف المركزي رياض سلامة إن البنك المركزي لديه احتياطيات العملات الأجنبية التي يحتاجها للحفاظ على الليرة مستقرة أمام الدولار الأمريكي في المستقبل المنظور.
وأبلغ سلامة تلفزيون رويترز أنه منذ يونيو انهمك البنك المركزي اللبناني في 3 عمليات مالية تهدف إلى الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأصول الدولارية ومساعدة البنوك على إدارة محافظها الائتمانية بطريقة أقل مخاطرة. هذا وهبطت احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي العام الماضي إلى حوالي 35 مليار دولار، مع تعرضها لضغوط من تباطؤ في الودائع وعجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية في البلاد التي تؤثر على ثقة المستثمرين. والآن نترككم مشاهدينا مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أخيرا انخفضت أرباح شركة بوينغ بأقل من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما ارتفعت إيراداتها. وقالت الشركة الأمريكية العاملة في مجال تصنيع الطائرات إن صافي الأرباح خلال فترة 3 أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي بلغ 1.85 مليار دولار مقابل 2.28 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من 2016. أما على مستوى نصيب السهم من الأرباح فسجل 2.72 دولار مقابل توقعات أن يبلغ 2.66 دولار. وارتفعت إيرادات بوينغ في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي عند 24.3 مليار دولار. وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. معالي الشيخ خالد بن عبد الله يفتتح معرض بايبكس 2017 ويؤكد أن الخبرة الوطنية العقارية بلغت أقصى مستويات نضوجها. انطلاقا من خطته الاستراتيجية، مجلس التنمية الاقتصادية يسعى لاستقطاب مزيد من الاستثمارات التي توفر مئات فرص العمل. ولي العهد السعودي يؤكد أن مدينة نيوم التي أعلنت عنها المملكة ستطرح في الأسواق المالية. شركة أعمار للتطوير تعلن طرح 800 مليون سهم للاكتتاب العام في نوفمبر المقبل. وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية، قدمناها لكم من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، ونذكركم بالتواصل معنا عبر بريدنا الإلكتروني bizdnews@info.gov.ph. شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.